السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوتي خواتاتي حبوباتي الغزالات ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير على خير. مرحبا عليكم هذا النهار، هذا زوين ان شاء الله. واش نتوما فحالي ملي كتشوفوا شي حاجه جديده كتكونوا فرحانين بها؟ انا شحال هادي فاش كنت زعما صغيره وكنشريو الحوايج ديال العيد، مع كنت انا اختي، انا كنت مع عائله فقيره من تحت الصفر، ما كنخبي لكم والو. وكنا كنشريو الا ما شرات ليناش خالتي كنشريو حنايا، الله يخليها علينا. الوالد ديالي كان كيشري لنا الحوايج من عيد العيد ولا من الدخول المدرسي با بلوس، على حسب الاستطاعه ديالو. ايوا داك فيما كنشريو شي حاجه جديده، سبريله جديده، شي حاجه جديده، كنعصوها سبحان الله العظيم بقوه الفرحه، كنلعسوها يا اما تحت مخده ولا حدانا حنا معمقين فرحانين بديك الحاجه الجديده. وداكشي اش اختكم هاجر دابا ملي شرات الحوايج الجداد، راني فرحانه بيهم، بغيت نتقاسم معكم هاد الفرحه هادي، قول الله يستر. واكثريه البنات بعدا سولوني قالوا لي اختي راه ما وريتيناش كاع البيجامات اللي شريتي. جيت عطيت لاطاك بزاف وجيت عيانه مع الطريق وداكشي، مرة خاطر انا مشيت لباغي خاصني نبات فين، شد شي وطيل تما نبات فيه، لان باش نمشي ساعتين حيت كان بزاف الناس سولوني الفيلاج اللي ساكنه فيه شحال بعيده على باغي، بعيده على ساعتين، يعني باش نمشي ساعتين نمشي نتقدا ونعاود نرجع، الصحه ديالي ما بقاش كتسمح لي، اللهم لك الحمد. خوتي ما تنساوش الله يعطيكم الصحه واللايكات، الله يحفظكم ليا. واللي ما داخلش عندي في انستغرام يدخل عندي هاجر فرونس واحد، واللي ما داخلش في تيك توك عندي يدخل عندي هاجر دوبل زيرو، هاجر فرونس دوبل زيرو. غنبقى ندير لايفات انا والصديقه ديالي ساره بشتات، كنوجد لها التحيه من هنا. المهم باش غنبدا، المهم انا عندي دابا ثلاثه ديال الشواكس، هاو الثالث حيتاش بريماك، كتقول لي مالكي تقديتي هادشي كامل، حيتاش بريماك بعيده عليا، داكشي علاش انا قلت نتقدى البيجامات اللي غادي خاصني انا ورجل ولدي، هانتوما هادشي راه تقيل ما خصنيش نهز. بسم الله نبداو، اول حاجه هي البيجامه ديال وليدي ريان، غادي تقولوا لي واش عنده الضوء، هو اللي اختارها. وصراحه انا من ديك النوع اللي ما بغيش نخلي ولدي هو اللي يختار شنو غيلبس، سيرتو فهاد لاج هذا، ولكن بوغ واش انا زعما واش على حق، ما خصنيش نختار ولدي، ما خصنيش نخلي ليه هو يختار، ولا صافي دابا عنده سيزون غير نخلي ليه يختار. نتوما عفاكم الامهات اللي عندهم تجربه قولوا لي، حيتاش انا ملي كنشوف واحد الصديقه ديالي عندها وليداتها تبارك الله وصلعن بيه، خلاتهم هما يختاروا شنو بغاو يلبسوا، سكيفي ولات كتحير معاهم، ولاو كيطلبوا ليها لي مارك الكبار، ولاو هذا مسكينه وهي على قد الحال. المهم ولات حتى هي مسكينه كتقاتل باش تشري وليداتها لي مارك. انا صراحه ما بغيتش نخلي ولدي يختار شنو غيلبس، على الاقل حتى يفوت 12 عام، قولوا لي واش انا على حق ولا لا. البيجامه اللي اختار اول مره زعما كنخلي له الاختيار، خدا هاد البانطوفه هادي لي بري راح يحيدها، هانتوما خوتي هاد البانطوفه مع البيجامه ديالها، هانتوما غادي يلبسو نصورو ونوري ليك، هادي ديال ريونو. المهم كلشي مخلط، مغاديش مرة نوريكم انا مرة ليوغان مرة لي هو، حيتاش ما دايرينش تخي، سي دايرين تخي. نكملو مع رايان، شريتلو خوتي هاد لاشوميز شحال زوينة، هادي مقدمة، هادي هاد لاشوميز غنقوليكم البخي ديالها حيت باقي فيها 9 أورو، هادي كنتمنى انها ما تحبب ما والو. هانتوما لاحظتو كنقدرو 8 سنين 9 سنين، وخا هو عندو 6 سنين تبارك الله شوية بحالو بحال مو بحال بوي تبارك الله صلاني. من بعد عاود شريتلو هاد البيجامة هادي اللي باقي ما حليتهاش، هادي خديتها ب10 أورو من قطنة غزالة زوينة، هانتوما غزالة، أنا مكرهتش بحال هادي زعما، هي خدا حتى بابا زوينة هاد البيجامة،
شوف اخوتي اتعين عنده البينوارات، يعني ما خديتلوش البينوار، خديتلو هادو اللي كي كيتشبعو من هنا، حيتاش ملي كتكون ناعس كيطلع السدوى داكشي، اش كناخد البيجامات اللي كيتشبعو من هنا. وخديتلو واحد الجوغين عاوتاني ديال الرياضة، هذا بخمسة أورو سريول، خديتلو سبع سنين تمن سنين، وخديتلو الفوقاني تمن سنين تسع سنين بسبعة أورو. سامبل في الزرق فهمتم، يدخلي غير سبعة، وعندو واحد وهذا عاوتاني باش يدي، عندو ثلاثة دابا باش يدي بيهم، هذا من يبدا يخيب غا نخليه ليه ديال الدار. دابا غادي ندوزو الحويجات ديال يوان. اول حاجه خدا هاد البيجامه، هاد البينوار اللي حماق عليه نتوما، تا بخيم 20 اورو يمكن 22 نتوما، بينوار سخون وهابط تل تحت وكله فوري ها نتوما، كله داير هكا عرفتي، كيلبسو غير هو و تي شورت كيولي كيف هو. صراحة هاد البينوار هدا مازال باقي وقتو، خدا هاد البيجامة هادي مع سروالها، سروال عادي سروال زرق، و هاد البيجامة هادي هدا عجبو، قال لي غنبقى نخرج بيه عجبو، هما يلبسوهم تحت لافيست ولا شي حاجة. خدا هادي ديال رايان، خديتلو هذا نسيت موريتو ليكم، هذا سبعة أورو، خصني نزاد باش منطولش ليكم الفيديو. هاد السريول خديتو لرايان، هانتوما سبع سنين تمن سنين، هذا غزال تسعود الأورو البنات. أجي وريهم تي شورت، تي شورت جي مي شوسون بلاتي نوري. وهذا شوفوا البنات هادي زوينه، شحال هادي يغن؟ 7 اورو. ولا تيشيرت هاي، ها هي لا تيشيرت. جو سي فوك جاي شي الكوافير، غادي انا اللي غن ان شاء الله غادي ندير له غلوكي ان شاء الله في شي فيديو. هي الفيديو ما عرفتش علاش كذا شفتوها اخوتي، قلت لكم 9 اورو والتوب ديالو زوين. هذا البنات تي شورت هو اللي اختارها يوهان، حمقاتو طوات لارجي، راه كيلبس 3XL. هاد البودي انا اختاريتلو، هاد البول، هاد البولات زوينين تما كيديرو 12 اورو، اختاريتلو هذا واختاريتلو هاد لاكولوغ هادي مقلوب، واختاريت له هذا الماون، اختاريت له واحد الفيغ كلير هو ما بغاش، مي ما بغا، قال لي بغيت شي حاجه فونسي صافي، وانا اختاريت له هذاك الماون. دابا غندوزو انا اختكم هذا، هادي سهاد لابيجامة، صراحة البيجامة خصني نقيسهم باش تشوفوهم ياكم، يلا انا نقيس لكم البيجامات. بعدا خوتي قبل ما نقيس لكم البيجامات، هاد البينوار هذا راني خديتو، هانتوما شوفو كي داير زوين، وين غير خودو ما تندموش عليه، هانتوما ها هو القصورية ديالو. يلا نقيس لكم البيجامات. اول بيجامة خوتي هادي خطيرة وزويونة، عرفتي السروال ديالها يا سلام، ها هو فيه هذا مصيب، هذه خوتي والله ما عرفتش شحال البخي ديالها، 15 اورو ولكن تستاهل اخوتي، غزاله هذه زوينه. غادي نوريكم واحد البينوار، نخلي هذا ونوريكم واحد البينوار حتى هو شريته كيحمق، انتوما صراحة الناس اللي ساكنين في باريس
عندكم سميتها غزاله، عندكم دي مارك زوينه واخا حويجه ماشي شي كاليتي، ولكن كتقضي بهم بعدا عام هكاك عامين. ها انتما شوف وطويل شتي هاد البيلوان هذا، نوريكم الطوله ديالو كيفاش داير. شتو الطوله ديالو انتما حتى لهنا، والله الا زويون ديال الناس الكبار الصغار اللي كان. كاين واحد البينوار اخر باش نسالم البينوارات، كاين واحد البينوار اخر عاوتاني شريته انا على هاد الغليد الغديد والبعد ديال سميتو ديال بريمارك، شريت ثلاثه ديال البينوارات وتهنيت. خديت في النوار، خديت جوج، خديت واحد ليا واحد لي عزيز عليا. اوا الاخر خديت واحد ليا واحد الوالده مسكينه غادي نصيفطو ليها. واخا في المغرب كاينين البينوارات ولكن ونسيت اختي قوه الزربه وداك الشيء، اختي نسيت ليها ما شريت ليها لا بينوار لا والو. مره اخرى ان شاء الله. هانتوما شوفوا الكحل الملكي كلاص عليا، شوفوا الكحل كي داير هماوي الكحل غزال، حتى الكحل طويل فيه لي بوش. لا غزال جا معكم طفك حليب نعود شويه. على بريبار الفيديوهات ديالي ما كنديرش فيهم مونتاج، صافي كن جعل الكاميرا تيقى في النفس اخوتي تيقى في النفس. هادي بلا ما نلبسها لانني غنلبس لكم غير البيجامات. هادي خديت واحد لا شوميز سخيخنا قطنا اللي ما غنلبسوش غنوري لكم. خديت هاد الجوجين هذا، بعض المرات كتبغي تمشي للمارشي تبغي تمشي للسوبر مارشي تبغي تجيب عين ولا شي حاجه خديت هذا، وخديت هاد السروال ديالو ها هو مي السروال. غتشوفو هكا جاني انايا مع كي تلبس طاي اوت جاني شويه مزيه، حالا غتمشي لباري غادي نعطيها هذا غيتبدل تجيب ليا طاي كبر منو. هادي ما غنلبسهاش غادي نوريها لكم. خديت هاد البانطوفه هادي ها هي اللي غتجيني مع هاد البيجامه، دونك غنلبسها باش نوريها لكم. هادي مع البيوارات مع البيجامه غادي نلبس لكم هذا واحد البيزوين حتى هو، يعني الفيديو طوال سمحوا لي 16 اورو هذا ولكن غزال عجبني. ياك ما كبير لا كتلبسو هكا مع السيبول في الكحل شي حاجه الكبابات الداخل ولا شي حاجه تاعد زوين. انا ما كنقيش اخوتي حتى قيست البينوارات ديك المره تاع هذا هو هذاك. خديت واحد ليغين زوين ليغين اخوتي ما لقيتش ولكن غتكون 8 اورو نتوما باش عجبني انا مقطن ما عقلتش عليه بشحال. صافي خليكم دابا غادي نلبس البيجامات. شحال باقي البيجامه؟ واحد جوج ثلاثة أربعة د البيجامات. نات البيجامه جات بحال هكا تنحيد ليها هذا، جات بحال هكا هادو 12 اورو 12 اورو 11 اورو البنات. هانتوما هادشي مقطنة زوينة، شوف مقطنة يا سلام زوينة واسعة. وهذا التي هانتوما جات معاها بحال هكا. المهم انا لبست لكم بيجامات
كاش ماشي شي وحده تقول لك علاش لابسه البيجامات وكتصوري. لابسه البيجامات كنلبسو نصور باش حتى شي وحده عجبها الموضه تمشي تاخذ وتعرفها كيفاش كتجي في اللبسه كا ولا ما كا. صراحه هذه زوينه بحال بحال اخر غزال واخا جاتني انا كبيره ما غنبدلهاش غنخليها هكا. خليكم بيجامه اخرى. وخريت اخوتي هاد البيجامه هادي نتوما راه اكس ال حتى هي. المشكله عندي الديفوف فيا انا عندي يمكن الفوق كبير فوق عريض على التحت كيفي السراويل كيجيوني شويه عراضين ولكن بيجامه كتكون هكا عريضه. هادي انا ما كرهتش تكون عاد اكثر من هكا ولكن سيرو هادي حتى هي عجبتني غنخليها هكا. غادي نوريكم اخوتي غير لتحت لتحت ديال السروال حتى هو راه مجموع شفتو غنطلع لكم هكا واش تحت السروال راه مجموع زوين. البخي ديال اخوتي 10 اور فقط بيجامة اخرى. البنات هادي واعرة بزاف عجبتني علاش انا طلقتي تلبسي عليها غير موطو تمشي تقداي. هادي حمقاتني صراحة الله هادي عجبتني هانتوما باش تعرفو لي كاين بحال الطاي ديالي اكس ال البخي ديالها معرفتوش مي واخا تكون 20 اورو التوب ديالها غزال نقرب ليكم باش تشوفو التوب والسروال هانتوما شوف كي داير غادي نهبط ليكم الكاميرا شوفو السروال كي داير من تحت شوف فغيمون غزال شتي بقات لي واحد البيجامة اخر وحدة هادي عجبتني صراحة هادي مكنش نعاود نرجع ناخذ نزيد في اللون الكحل خديت منها تقريبا حتى في الغوز ولكن هاد الغوز هذا ماشي ديال الزنقة ستيل اخر مي هادي مكنش ناخذ في الكري وناخذ في الكحل عاوتاني. هادي عجبتني قالت لي بيجامة اخر وحدة وصافي سديها. وهنا خوتي من قالها غادي نوريكم هي السروال خديت حتى هذا مي هادو راه كيتحببو وكيقفزو يعني هذا غير دغيا دغيا كتلبسي مود تقصير وصافي. وهادي البيجامة الصراحة فولو غالي رطبة وسميتو التوب ديالها زوين إيوا ولا كولوغ ديالها زوينة وها نتوما نتوما قولو لي غادي نوريكم السروال كيفاش داير نتوما قولو لي شمن البيجامة عجباتكم. هادي البخي ديالها باش مننساش مفيهاش البخي خوتي هانتوما شوف حتى هو هذا داير مقجوج من لهنايا فوالا خوتي باش ما نطولش عليكم غادي نوريكم واحد الصيف كنت شريتو من عند واحد الافارقه كاينين في المارشي ديال في المارشي ديال ايفري راه صورت واحد الفيديو تنطلقو لكم مي خديت واحد الصاك صراحه عجبني بزاف خديتو 30 اورو ما فيش انا باش عجبني هذا ما فيش هذيك شانيل ولا داكشي مي غزال كيعجبوني السكن الكبار كيكون كيهزو كلشي يلا حبوباتي هذا هو نهايه الفيديو الى فيديو قادم ان شاء الله حتى تقولوا لي شنو اللي عجبكم يلا بسلام عليكم مرحبا بكم باي باي.